تشكيل جالنا كابتن أسامة عرابي، كابتن أسامة حسني، كابتن حشيش. البداية 4-2-3-1 كالمعتاد. بيخوض اللقاء كارترون النهاردة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أحمد فتحي، وكولوبالي، وأيمن أشرف، علي معلول، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ووليد أزارو. يبقى تشكيلة النهاردة الأهلي في مواجهة الحرية الغيني كما قرها كارتيرون هي 4-2-3-1، محمد الشناوي، أحمد فتحي، وكولوبالي، وأيمن أشرف، علي معلول، حسام عاشور، وهشام محمد، ووليد سليمان، وأحمد حمودي، وإسلام محارب، ووليد أزارو.